رامي رضوان يروي حيل الأسرة لإخفاء خبر وفاة سمير غانم على دلال. رامي رضوان: البكاء وارتداء الأسود ممنوع على إيمي ودنيا سمير غانم. دور دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم في مساعدة زملائهم الممثلين. تامر أمين يخطئ مجددا في أول ظهور بعد أزمة الصعيدة. سمير غانم بضحوكة مصر. الجدعان وقت الشدة والتخطيط، سر نجاح سمير غانم ودلال عبد العزيز. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب سمير غانم ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع سمير غانم. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. رامي رضوان يكشف أسرارا عن سمير غانم، لا أعلم إذا كان مسموحا لي بالكشف عنها. قال الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم في أول ظهور له بعد غيابها عدة أيام لرحيل والد زوجته الفنان سمير غانم، إن بعضا من الأصدقاء والزملاء توقعوا غيابها أكثر من ذلك عن البرنامج، مشددا على أنه لم يتواصل معه أي مسؤول في قناة دي أم سي يطلبونها العودة للعمل بعد فترة من الغياب اضطراريا، لكنه رفض أن يثقل عليهم أكثر من ذلك. وأضاف رامي رضوان خلال برنامجه مساء دي أمسية أن الفراق صعب لأي شخص، ولكن يكون الأمر أكثر صعوبة إذا كان الشخص المفقود هو مصدر البهجة والسعادة في الأسرة. كثيرون قالوا لم نجد هذا الحجم من الحزن والمواساة لرحيل نجم أو فنان بهذا الشكل مع كامل النجوم الذين رحلوا عن عالمنا. وتابع: سمير غانم لم يبخل في إسعاد كل من حوله سواء أسرته أو أصدقائه أو مقربون به، وحتى في الشارع والبرامج التلفزيونية لم يكن يرفض أي طلب استضافة. رحيله كان صاحب تأثير في كل الأجيال، كونه ولد لهفة ونيلي وشريهان. الفرق صعبة وعزاؤنا بكم الحب وكل من تواصلوا معنا من مختلف دول العالم وقيادات بدول كبرى. وأشار إلى أن الأستاذ سمير غانم الإنسان إفهاته بتجري في دمنا، في عمل الخير مدرسة رحمه الله. لا أعلم إذا كان مسموح لي بالكشف عن تلك الأسرار أم لا. لم يكن يتوانى في فعل الخير وتقديم مساعدات شهرية لأسر وأرامل ويتامى، وكثير لم نكن نعرفه في حياة سمير غانم. لم يكن يجهر بفعل الخير والمساعدة التي يقدمها، لم يذكر أي شخص إلا بالخير حتى إذا كان مليئا بالسلبيات بمختلف الأجيال. الكل يذكر حماي العزيز بكل الخير حتى وهو يشعر بالجهد والتعب والإرهاق. كان يقابل طلبات جمهوره بالتصوير معه بكل ترحاب وحب. لحظة رحيله وجنازته منحتنا الاطمئنان علي. الجدعنة وقت الشدة والتخطيط، سر نجاح زواج سمير غانم ودلال عبد العزيز. رحل عن عالمنا منذ أيام الفنان الكبير سمير غانم بعد أن ترك لنا تراثا ضخما من الأعمال الفنية الكوميدية، وترك أيضا نموذجا لأسرة ناجحة وعلاقة زوجية وعلاقة حب ناجحة كانت ولا زالت محط عجب الجميع الذين طالما تساءلوا عن سر نجاح علاقته بزوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وكيف استمر زواجهما بهذا النجاح طوال هذه السنوات. وهذه العوامل نستعرضها في هذا التقرير وفقا لما ذكره الثنائي في تصريحات لهما في برامج فنية. دلال أفضل مخططة ومدبرة منزلية. تحدث الفنان الراحل سمير غانم عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز في آخر لقاء تلفزيوني له، حيث أشار إلى أن زوجته مديرة منزل من الطراز الأول، تعرف كيف تدير بيتها وتخطط وترتب كل شيء وتجد حل المشاكل المختلفة. حيث قالت دلال: دي أسطورة ما شاء الله عليها، مخ ست بتعرف تخطط، هي الإدارة والبيت كله. ومن العوامل التي ساعدت على نجاح زواج الثنائي الشهير هي الوقوف بجانب بعضهم البعض وقت الشدة، وهذا ما أشار إليه الفنان الراحل في لقاء تلفزيوني حيث قال: قبل جوازنا أخوي المتوفي كنا بنعمل له عملية برا عشان ينقل الكلى، وأنا سافرت معاه وجيت وقفت جنبه. الحقيقة جدع بفظاعة، تحس إن الست دي صعب الاستغناء عنها. الفنانة دلال عبد العزيز ترفض الخضوع لمسحة كورونا جديدة. قالت مصادر طبية في المستشفى الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبد العزيز إن حالتها الصحية ما زالت غير مستقرة وخطرة. وأوضحت المصادر وفقا لجريدة الوطن المصرية أن دلال عبد العزيز تعاني من التهاب رئوي شديد أثر على رئتيها بصورة كبيرة، ووضحت أنها ترفض إجراء مسحة طبية جديدة من دواخن مسحة جرتها قبل 10 أو 11 يوما. وقالت المصادر إن الفنانة دلال عبد العزيز موضوع على جهاز تنفس صناعي ليمدها بالأكسجين نظرا لتراجع نسبة الأكسجين لديها، وأنها ليست فاقدة للوعي
بل قادرة على التواصل مع من حولها، لكنها لا يمكن أن تستمر في خلع ماسك الأكسجين لفترة طويلة. وأكدت المصادر أن الحالة النفسية للفنانة دلال عبد العزيز سيئة، وأنها في بعض الأحيان ترفض الحصول على بعض الأدوية. وقالت المصادر أن القضية هنا ليست في سلبية المسحة من عدمها، بل فيما خلفه الفيروس من تأثيرات على الجهاز التنفسي، موضحا أن تأثيرات الفيروس عليها صعبة بدرجة كبيرة. وقالت المصادر أن أسرة الفنانة دلال عبد العزيز طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بخبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم حرصا على صحتها النفسية، وعليه طلبت إدارة المستشفى من التمريض والأطباء عدم إبلاغها بالخبر أو التحدث عنه أمامها أو الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بصحة الفنان سمير غانم. إذا ما سألت كم منعت إدارة المستشفى أي وسيلة إعلامية يمكن أن تعرف من خلالها خبر وفاة الفنان سمير غانم. رامي رضواني يساند زوجته دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي بصورة تخيلية مع والدهما الراحل. دعم الإعلامي رامي رضوان زوجته النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي بصورة مركب للفنان الراحل سمير غانم تظهره هو يحتضنهما أثناء جنازته التي أقيمت يوم الجمعة الماضية. الصورة أظهرت حالة من الدعم التي يرغب في التعبير عنها، وتفاعل مع الصورة عبر حساب رامي رضوان بموقع إنستغرام مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفنية، فقام الفنان أحمد زاهر بالتعليق عليها بمجموعة قلوب، وكتبت الفنانة مي نور الشريف عليها وجعت قلب. فيما قال أحد المتابعين: صورة معبرة جدا، ربنا يرحمه ويسكن فسح جناته ويشفي مدام دلال يا رب يصبركم. وكان الإعلامي رامي رضوان وجه رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء والمساواة في وفاة النجم الكبير سمير غانم والد زوجته النجمة دنيا سمير غانم، حيث كتب توضيحا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك يؤكد من خلاله تعافي النجمة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا. وكتب رضوان في منشوره: الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا نشكركم على تقديم العزاء والمساواة، ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز، والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم. وأضاف: لا أراكم الله مكروها في عزيزة ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. متى سيتم إخبار الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها؟ وهل شفيت دلال عبد العزيز تماما من فيروس كورونا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.